يتوج سيطرته على الكرة لحد الآن. كرة في وسط الملعب منقولة على جهة اليسرى الآن، وفرصة للمرور والتقدم إلى الأمام، وخطيرة وتسديدة، ووليد عبد الله، وكرة بالجول هدف أسباني أول، هدف أسباني أول. كازورلا يسجل للمنتخب الأسباني الهدف الأول في المباراة. وليد عبد الله أبعد الكرة في المرة الأولى، لكن بعد ذلك كازورلا موجود في المكان المناسب، يسدد كرة مباشرة على المرمى، وهدف أول للمنتخب الأسباني مع الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول. إسبانيا تتقدم، إسبانيا تتقدم بهدف كازورلا، هدف جميل جدا. اللاعب صاحب 28 سنة، لاعب اللي عنده 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وكرة لبدرو، بدرو بالجول، بالجول. هدف ثاني لإسبانيا، بدرو يسجل الثاني للمنتخب الإسباني بعد كرة انطلق فيها بدرو، تمريرة كانت ذهبية في ظل تقدم لاعبي السعودية، وبالتالي الهدف الثاني لإسبانيا. 2 إسبانيا، لاحظ الثغرة اللي كانت في الخلف، وبالتالي هدف لمصر. لو لعبت الأندية السعودية مع الأندية اليابانية والكورية لا نلاحظ هذه الفوارق الكبيرة. بالتالي يجيد تنفيذ الكرات الثابتة، وخطأ في مكان خطير، ربما يستغل تشافي ويسجل الهدف الثالث للمنتخب الأسباني. إلى داخل الجول، هدف ثالث لإسبانيا، هدف ثالث لإسبانيا. الكرة دخلت المرمى وعادت من جديد، وبالتالي حكم المباراة يشير إلى هدف إسباني ثالث. تشافي هرنانديز مع دخوله ومع اللمسة الأولى له يسجل الهدف الثالث لإسبانيا. لاحظ، واضحة الهدف الثالث لمصرعة المنتخب الإسباني. الكرة ارتطمت من داخل المرمى وعادت مرة أخرى، وبالتالي حكم المباراة يعطي الإشارة إلى هدف إسباني. واضح الكرة دخلت، والماتادور ديفيد فيا من ضربة الجزاء أمام وليد عبد الله. فيا يسجل الثالث، الرابع عفوا، فيا يسجل الرابع للمنتخب الإسباني. 4 أهداف لبطلة أوروبا والعالم على المنتخب السعودي صاحب التصنيف رقم 105. هدف رابع لديفيد فيا من جانب اسبانيا، الهدف الرقم 152 للهداف التاريخي للماتادور. ديفيد فيا يتقدم لضربه الجزاء ويسجل على يسار وليد عبد الله، وبالتالي المنتخب الاسباني الان يتفوق في الاربعه. لا زال في 31 سنة من عمره، طويلة إلى الأمام، الكرة في وسط الملعب، محاولة لمصرعة المنتخب الأسباني الآن، وفرصة للخامس، والخامس، الخامس لأسبانيا، 5 لأسبانيا. بيدرو يسجل الخامس بنفس طريقة الهدف الأول، بيدرو يسجل الهدف الخامس للمنتخب الأسباني، 5 مقابل لا شيء. فرانك ريكارد يعي جيدا أنه يلعب أمام أبطال العالم، وبالتالي هو ذكر أنه يريد أن يخرج اللاعبين بفائدة من مثل هذه المواجهة. لاحظوا التمريرة والسرعة الكبيرة جدا، لاعب سريع جدا بيدرو، لعب الكرة من فوق حارس المرمى وليد عبد الله، وبالتالي 5 أسبانية في مرمى السعودية. جانبية إلى رمية جانبية، هذه التمريرة الماضية كان فيها مخادعة من جانب اللاعب سيلفا، مرر كرة ممتازة جدا لبيدرو، وبالتالي سجل الهدف الخامس لمصلحة المنتخب.